ليبيا تطهير ليبيا تطهير ليبيا تطهير ليبيا تطهير ليبيا. شبر شبر بيت بيت دار دار زنقة زنقة فرد فرد حتى الصحر مبرد من الدلس والرجاس. بالبداية بنحكي الشينية اللي صار منهم الناس اللي قالوا عليهم السوار داعين العار جماعة الحرية والديمقراطية داروا حصار ونسوا القيم الأخلاقية داروا فيا كأني عايشة في المريخ قالوا كتائب قذافي تطلق صواريخ اللي شفناه ناس أكيد مش مدنية ناس مهمتها الفتنة والقتل في وحشية حب كل مكان وهذا هو الدليل الديمقراطية والحرية بتاعت عبد الجليل ليش التقصير في كل القنوات الإعلامية كذبة ورا كذبة بنيتوا القضية الوهمية قضية ناس من سنين عندها التخطيط لعبوا على الشباب اللي تجري وراء التقليد تقليد الأعمى شيء بالأساس مش لينا وناس من خوف بسرعة نكسر من السفينة يا شعب ليبيا ممنوع الاستسلام عرفوا الإعلان هذا وقت الازدحام انت يا ليبيا ارفع راس الفوق كنا ولادي القذافي وعلينا We'll be right back.